وسهلا فيكم بمطبخ لولو كيتشن. اليوم اكلتنا طيبة كتير وجديدة، بامية بالزيت، اكلة مغذية نباتية 100%. فيكم تاكلوها مقبلات على السفرة وفيكم تاكلوها كطبق اساسي كمان، كتير طيب ولذيذ وصحي بنفس الوقت. يلا نروح سوا نشوف الطريقة والمقادير. اول شغلة بدي اعملها، رح احط زيت بقى الطنجرة على النار عندي، رح كتر شوي الزيتات لانه لازم ينقلوا منيح البانيات وقلبون، لازم يكون الزيت شوي كتير. عندي بامية خضراء انا شريتها ومقمعتها ومتلجتها، هذا الحجم اللي قدرت احصل عليه لانه نحن عندنا ما في بامية هون منيح لقيت يعني. هلا رح نزلهم بالزيت السخن بلش قلب فيهم. هيدول البامية تقريبا شي ربع كيلو، مش كتار يعني، بيعملوا سندة حد الاكل حد السفرة. رح خليهم لحتى يتقلوا مزبوط وارجع ساوي التطبيقة تاعيتهم. شايفين البامية عندي عم تنقلى، انا بحب كتير ريحة البامية، بحب اكلها هيك كمان مقلية مثل المقالي يعني، مثل الباذنجان والكوسة والقرنبيط، بحبها هيك اكلها، بحط عليها ملح بعملها ساندوتش. البامية هلا صار لازم نشيلها. بعد ما قليت البامية حطيتها على جنب صفيتها من الزيت، قللت كمية الزيت بالطنجرة، وعندي هون 3 حصوص ثوم عملتهم ترانشات، رح احطهم فوق الزيت، بدي اقليهم وارجع احط فوق منهم البصل. البصل عندي بصلة وسط كرمتها صغير، رح قليها مع الثوم ورح انزل كمان فصين ثوم مهروسين. ضلني انطرن لحتى تشقر شوي البصلة، ما فيني اتركهم كتير على النار لانه الثوم دغري بيحترق. فارمي انا هون 3 بندوريات صغار، رح زيدهم فوق البصل. مثل ما شايفين البندوره والبصل والثوم عم ينقلوا مع بعضهم. هلا بدي البندوره هيك تروح تستوي، رح زيد شويه صوص البندوره لتعزز لي اللون يعني. شايفين كيف صارت هاي الأكلة؟ بتشبه كتير أكلة اللوبي بزيت، بس اللوبي بزيت في مكونات بنحط للبامية ما بتنحط للوبي. هلأ رح أتركهم شوي ليعقدوا تسوي البندورة. شايفين كيف صارت؟ هلأ رح أزيد لها شوية مي لأنه نشفت ميتها. مش كتير، رح زيد مي شوي. رح اتركها شوي تغلي. هلا رح زيد البامية تاعيتي بقلبها. شايفين؟ البامية تقريبا نص استوى مستوية، ورح اكمل سواها هلا بالصوص.
رح زيد انا تقريبا ربع معلقة سبع بهارات صغيرة رش يعني، ورشة بهار اسود، واللي بيحب حار فيه يحط حار لانه كتير طيب مع الحر. انا ما رح احط حار اليوم. لحط رشة ملح تقريبا معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة نعناع يابس، رح تعطيها طعم كتير طيب ومميز. الأكلة كتير طيبة ومغذية ونباتية، ويعني ممكن تكون صحن مقبلات على السفرة مع الغداء. البامية عن جد ريحة بتجنن، بتعقد الريحة قد ما ريحتها حلوة. أكلة كتير طيبة ولذيذة وبتغذي، وتغيير عن اللحم كل يوم كل يوم لحم. ناكلها تغميس بالخبز وبتاكلوا معها إذا بدكم حار أكيد بصل أخضر أو بصل يابس. أنا بحب البصل الأبيض، وهيك بكون خلص طبقنا لليوم، طبق البامية بالزيت. بتمنى يكون نال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو وحبيتوه ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد.